هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ انا هبدأ شغل جديد الاسبوع اللي جاي، وهم طلبوا مني ان انا البس فورمال. ما قررت ان انا البس البليزر الهوت بينك مع الجينز والهيلز وكمان الحلقة ده. كنت حابة اعرف رأيك. نو كومنت نو كومنت. طيب، اولا شكلك لذيذ جدا واللبسه لذيذ جدا باي ذا واي، بس ده لا فورمال ولا يندرج تحت حتى السيمي فورمال. لو ممكن نشوف الصور تاني علشان ابدا اشرح للناس. خلينا نمسك حاجه حاجه، بس اللي انا عايزاكم تعرفوه يا بنات او يا ستات، ان لما نبقى بادين شغل جديد، الالوان البدل الفورمال هي ايه، بحيث ان انتوا تبقوا عارفين وما تخرجوش عنها لحد بس ما تروحوا الشغل الجديد وتفهموا ايه اللي بيحصل هناك. يا اسود يا كحلي، اوكي؟ اسود كحلي او ازرق، خليكم في الالوان دي عشان كده عمرك ما هتغلطي. طبعا هي لابسه بليزر، هو مش اي بليزر يبقى فورمال او حتى سيمي فورمال. لو نمسكها من اولها لاخرها، اولا طبعا ضفير العمليه دي ما تنفعش للشغل خالص، الحلق اللي لابساه ما ينفعش برضو للشغل خالص. دايما الاكسسوارز لازم تبقى صغيره جدا. الشعر، بلاش الشعر الكيرلي اللي مش معمول، مفضل دايما ان احنا نبقى لامين شعرنا، ممكن شعرنا يبقى ليس، ممكن عاملينه بان لورا، لكن شعر الاوفر ده ما ينفعش. طبعا البليزر ما فيهوش مشكله، لكن طبعا لونه صعب. التيشيرت اخبارها ايه؟ احنا رايحين ده انت بتقولي بعظمه لسانك فورمال، تيشيرت وعليها رسومات مش فورمال خالص، الجينز مش فورمال خالص. التوبس دايما يا جماعه في الشغل مفضل قمصان او بلوزات، والحاجات ما تبقاش لا شفافه لا الوان قويه، لا احمر وتركواز وفوشيا، الحاجات دي لا خالص، لازم الوان ناعمه، الوان باستيلز، ما يبقاش فيه شفافيه خالص، ما يبقاش فيها اي تشجيره، ممكن خطوط بالطول ما فيش اي مشكله. طبعا بنطلون جينز ما ينفعش خالص، لازم يبقى بدل او تايرات، ما فيش اي مشكله. طبعا الساندلز برضو ما تنفعش خالص، لازم يعني احذيه بهيلز كلاسيك، اوكي؟ ومش لازم الكعب يبقى عالي قوي، لان احنا بنشتغل فظهرنا هيتقطم لو الكعب عالي قوي. احنا ممكن نشوف الصور اللي انا اخترتها لكم عشان تعرفوا برضو الصح ايه يا جماعة، ايه الستايل اللي ينفع يكون فورمال والشغل، وخصوصا اول يوم تشتغلي فانت لازم الامبريشن يبقى كويس قوي. بدلة زي دي بالقميص سيمبل كات كلير، اوكي؟ بلاش تفاصيل كتيرة، دي هايلة. شوف اللي بعدها او حاجة زي كده. alright، الالوان زي ما بقول لكم دايما عشان ما تغلطوش، لبن لا ازرق رمادي او اسود. برضو نشوف اللي بعدها او حاجه زي كده. والقمصان خلي بالكم يا جماعه ممكن يبقى فيها خطوط، بلاش بس نخش في النقشات. او في لوك تاني خالص يا جماعه لو نشوفه برضو، ممكن تاير، اوكي؟ مفيش اي مشكله خالص. وشايفين البدل دي يا جماعه فيها خطوط رفيعه، يعني بدلة مش لازم تبقى سادة سادة، لكن هو ده اللبس الفورمال. فلما يقولوا لكم يا جماعة ان الدريس كود في الشغل فورمال، ما تخرجوش عن الحاجات دي.